السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الاخوان اللي غادي نشرح لكم الفيديو الاخر اللي كنت هضرت لكم على دوك لي برودوي ديال اللي كينقي السيستم دانجيكسيون ديال ليسانس الطوموبيلات اللي كيخدموا بليسانس، اللي هو هذا المنتوج. هذا راه كنت درت ليه فيديو. اليوم الاخوان نهضر لكم على هذا البرودوي هذا من شركه ليكيمولي. هذا الاخوان هو مكتوبه هنا رادياتور كلينر، منظف الرادياتور. اخوان يعني اي واحد عنده مشكل في الرادياتور، ماشي مشكل هذا ما كيصلحش الرادياتور اللي يعني لا بغيتي مثلا تسد هذاك الثقب اللي كيكون فيها، لا هذا كيصلح. راه كاين برودوي واحد اخر ديال من شركه ليكيمولي، وكاين شركات اخرين باردال وكاين بريستون حتى هما كيديروه. فهذا الاخوان هذا غير منظف، يعني الا كانت عندك الرادياتور قديمه وكنتي كل خطره كتخلط في لونتيجيل، كنتي مثلا ربما كنتي كدير لها غير الماء العادي واحد الوقيته عاد، ربما سمعتي واحد النصيحه وقالوا لك بان خصك دير لونتيجيل، فهذاك الماء القديم فكيخلي الكالكير وكيخلي واحد المواد خايبين وواحد الصفوريه كتكون داخل بحال الشير. فالاخوان هذا كيصلاح، هذا كينقي كاع داك المشاكل. بحال دابا كاين المشكل ديال ملي كيتخلط لك الزيت في المشكل الفريجيره، ملي كيتخلط لك الزيت مع الماء فداك شويه الزيت كيدوز الرادياتور، فهذا الاخوان كينقي كيحيد دوك المشاكل كامله. طريقه الاستعمال ديالو الاخوان، اولا كما كاتبين هنايا، ينظف نظام التبريد في جميع المحركات المبرده بالماء ويزيل الرواسب الجيريه. الا قلت لكم كما قلت لكم الاخوان، الرواسب الجيريه هما داك الكالكير اللي كيكون مجموع، وكذلك البقايا المحتويه على الزيت كما قلت لكم الاخوان، يزيد من موثوقيه تشغيل المركبه. طريقه الاستخدام ديالو الاخوان، راك هضرت في واحد الفيديو ولكن دابا ما حددت البرودوي عندي، غادي نشرح لكم كيفاش. فطريقه الاستخدام سهله، يعني كتكون الطوموبيله تكون سخونه، طوموبيل تكون سخونه وكتفيرسي هذا كتخوي هذا الاخوان، هاد القرعه ففيها 300 مليلتر اللي هي الثلث ديال الليتر كما كتشوفوا هنا. هذه كتصلح لنا 10 لترو ديال الماء ديال لونتيجيل. فدابا الطوموبيلات الصغار كيهزوا، معروفين كيهزوا ما بين 4 ونص 5، ما بين 4 حتى 5 على حساب. كاين بحال دابا لي كات كات كتهز 8 لترو تقريبا، كات كات الكبار كاين اللي كتهز 10. انا واحد كات كات كانت هزات 10، هي واحد بيكوب. فهذه بالنسبه للطوموبيلات، فالاغلبيه ديال الفيديو غادي يشوفوه الناس اللي عندهم طوموبيلات يعني كتهز ما بين 5 لترو حتى 8 لترو، يعني الطوموبيلات الصغار وحتى لي كات كات. فهذا ممكن الا عندك طوموبيل صغيره غادي دير غير النص ديالو، عندك كات كات من الاحسن ديرو كامل، دير هذا البرودوي كامل. فطريقه الاستعمال قلت لك كتخوي هذا، كتخوي مع داك في الماء، في الماء ديال الرادياتور في القرعه ديال لونتيجيل فين كاين، وكتخلي الطوموبيل امارش واحد 30 دقيقه. واحد 30 دقيقه ممكن مثلا عندك بحال ما انت داير مع الميكانيسيان ديالك وغادي تمشي لعندو الطريق مثلا واحد 30 دقيقه، فممكن ديرو من الدار عندك وتمشى بالطوموبيل واحد 30 دقيقه بيد ما وصلتي عند الميكانيسيان، باش ما تعطلش الوقت حتى توصل تما عنده وعاد تولي داير برودوي تبقى تساين واحد نص ساعه. فمن الاحسن تمشى به، راه ما كاين حتى شي مشكل. كاين اللي عنده الاخوان هذه الفكره غلطه بان كيقول لك لا ما خصكش الطوموبيل تبقى واقفه، لا ما كاين حتى شي مشكل، تقدر ديرو سير تمشى به. بالعكس راه الطوموبيل ملي كتكون كتجري بها فهداك الماء كيدور دغيا، والبومبات الماء كدور مزيان، حتى هي الا كان فيها شي مشكل كتغسل من الداخل. ف صافي هادشي اللي كاين، وكتخوي صافي ملي كتوصل للميكانيسيان كيهبط لك هذاك كيدلك الفيدونج ديال الرادياتور. وكما قلت الاخوان، كان جاني واحد التعليق ليا واحد السيد بان ربما طريقه كيفاش كيتغسل، حيت علاش ملي غادي دير هذا وغادي تدير الفيلونج، ما ينصح بانك ما ديرش لونتيجيل مباشره، جديد لونتيجيل جديد ما ديروش مباشره، فخصك دير تنقي هذاك السيركوي بالماء. فواحد السيد قال لي سمعني، قلت الماء، قال لك لا ربما الترموستا كيبقى فيه هذاك الماء، ومني غادي دير لونتيجيل بحال غادي يتخلط داك الماء العادي ديال الروبيني زعما. قال لك لا خصك دير زعما الماء المقطر، يعني لو ديستيلي تخويه وتغسل هذاك وعاد تخوي. الطريقه مزيانه ولكن مكلفه، يعني الا بغيتي خصك تشري واحد 5 لتر ديال الماء لو ديستيلي ب 40 درهم وعاد تغسل به وتخوي. انا من رايي انا شخصيا الطوموبيل ديالي ما كنديرش الطريقه، ما كنديرش لو ديستيلي، كندير الماء العادي، الماء العادي، وكيتغسل هذاك السيركوي كله باش كيحيد حتى البرودوي هذا، ولا كاين شي اوسخ كيبقاو شادين كيكون ذوبهم هذه الماده كتكون ذوباتهم. فالبريسيون هذاك البريسيون ديال الماء شنو كيدير الميكانيسيان، شنو كيدير كيشد واحد الدوريتا راه كاينه في الموتور وكيبرونشيها مع التيو ديال الماء، تيو الماء صافي، وكتحل الروبيني وكتشوف داك الماء خارج مزيان، يعني الا كان شي وسخ كله كيتحيد، وعاد كترجع الدوريتا بلاصتها
وكتخوي لونتيجيل الجديد. هذه هي الطريقه ديال الاستعمال ديالو. وديما الاخوان كنوصيكم اونتيجيل مزيان يعني فوق 75 80 حتى 160 درهم، هذاك هو لونتيجيل. اما الحاجه ديال 30 درهم 40 درهم راه ماشي اونتيجيل. المهم الاخوان باش ما ننساش ثاني واحد القضيه مهمه، فبالنسبه للناس اللي ناويين يعني ما يديروش لونتيجيل مزيان، غادي يخليه واير هذاك لونتيجيل اللي موالف كيدير مثلا ب 30 درهم ولا ب 40 درهم، اولا مثلا كيدير غير الماء ديال الباهيه كما كيقولوا هذاك الماء ديال الباهيه. فمن الاحسن بلا ما تشريوا الاخوان، بلا ما تضيعوا فلوسكم في هذا المنتوج هذا. الا كنتي غادي دير هذا خصك دير معاه اونتيجيل مزيان باش كيعطيك نتيجه. فمثلا نتايا عندك الطوموبيل مثلا الرادياتور عامره كالكير وفيها وسخ، عامره وسخ بزاف يعني ما عمرها تنقات، ومشيتي درتي هذا شريتيه مثلا ب 80 درهم ومشيتي درتيه كبيتيه ويعني نقى لك المسائل وداكشي، ونتي وثاني رجعتي درتي داك اللونتيجيل العادي ماش درتي ما درتي والو، شحال غدوز كاع 10 ايام 15 يوم وغيرجع عاوتاني نفس المشكل. فإلا ما كنتيش الاخوان الا ما كنتوش ناويين ديروا اونتيجيل ماركه مزيانه، ما تضيعوش فلوسكم في لي برودوي، في هذا البرودوي هذا خصوصا في هذا ديال الرادياتور. هذا هو اللي كاين. حتى بالنسبه للي برودوي بحال دابا مثلا البرودوي ديال المازوت، الا ما كنتيش غادي تبدل يعني كنتي مثلا نقولوها حتى واحد ما يتقلق عليا، الا كنتي غادي تزقرم وباش ما تبدلش الفلتر ديال المازوت كيجيك غالي مثلا الطوموبيل مثلا نقولوا عندك طوموبيل فلتر داير 100 درهم ولا 150 درهم كل خطره، لا بلا يخليه غالي لا خليه بلا ما دير داك البرودوي اللي كيغسل لي زانجيكتور، راه كتكبر فلوسك في الرمله وصافي، الماء في الرمله وصافي. فالاخوان يعني ماشي اللي بغيت نقول لكم، هاد لي برودوي عندهم واحد الحوايج اخرين اللي خصهم يتبدلوا معاهم. خصك تكون مهلي في الطوموبيل ديالك عاد توصل لهاد البرودوي. الا ما كنتيش مهلي في الطوموبيل ديالك بلا ما تبقى هادو بحال قلتي جاوا الفوق، حتى تكون درتي كلشي بدلتي الفلتر المازوط ومهلي في الطوموبيل في الفيدونج ديالها وداكشي، عاد كتمشي دير هاد لي برودوي. ماشي انت هي غادي تخلي مثلا موالف ما عندك سوق وغادي دير واحد لونتيجيل عادي كتقول انا ما عنديش مشكل، لا شحال لونتيجيل 100 درهم وصافي، لا انا ندير ب 40 درهم، وكتمشي تشري هذا لونتيجيل جاك غالي ولكن لا هذا قلتي لا معليش هذا عجبني خصني نديرو، راه بلا ما تخسر فلوسك. هذه نصيحه الاخوان، نصيحه من عند خوكم يونس، تقبلوها مني وما تقلقوش عليا وصافي. ف يعني هذه القضيه انا كان جا عندي واحد السيد هنايا وسولته، وكان بغى هذا البرودوي هذا وسولته قلت ليه شمن اونتيجيل اللي كدير داكشي، قال لي لا راه كندير انا العادي. قلت ليه لا راه كاين، قلت ليه انت اقل شي دير فاليو. كان سولني قال لي بشحال، قلت ليه راه تقريبا 75 80 درهم، قال لي لا بزاف انا كندير هذه 40 درهم. قلت ليه شوف بلا ما دير هذا، قلت ليه بلا ما دير، ونصيحه نعطيك بلا ما دير، الا كنت غادي تخلي لونتيجيل العادي القديم اللي كدير موالف ديال 30 ولا 40 بلا ما دير. واقتنع في الاخير، خدا لونتيجيل هذاك فاليو قنعته وعاد خدا معاه هذا، وعاد شرحت ليه المسائل اش كاين اش كاين، ها الفرق ما بين لونتيجيل العادي والفرق ما بين لونتيجيل المزيان، وعاد اقتنع. وتبارك الله عليكم يا اخوان.